هنستكمل مع بعض شغلنا في شرح برنامج الافتر افكت. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على واجهة البرنامج وعرفنا كل جزء فيها بيتكلم على ايه. في الفيديو ده هنشرح مجموعة معلومات بسيطة ان شاء الله. تعالوا نخش مع بعض ونجيب اول حاجة الملفات اللي احنا هنشتغل عليها ونحطها في البرنامج. بنعمل الكلام ده ازاي؟ زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، بنيجي هنا في الجزء ده كده ونضغط دبل كليك، ودي اسهل حاجة ومش هنشرح غيرها لانها طالما موجودة قدامنا فخلاص. يعني دلوقتي لما بتضغط دبل كليك بيفتح لك البراوزر اللي قدامك ده، تقدر من خلاله تعمل سيلكت للملفات اللي انت عايزها. وليكن مثلا احنا هنعمل سيلكت للصوت ده، ونعمل سيلكت للباك جراوند واي فيديوهين ومثلا فيديو زي ده. وبعدين بتروح تقول له امبورت، بيبتدي يضيف لك الملفات في الجزء ده كده بصوره سهله وبسيطه. بعد كده بتقدر تختار الفيديو اللي انت عايزه منها وتضيفه على المكان اللي هتصمم فيه المشروع بتاعك او اللي هتصمم فيه الفيديو اللي انت عايز تخرجه. طيب نشيل الكلام ده تاني، نشيل الجزء الجديد اللي بدأ ده اللي هنعرف معناه كمان شوية او في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. طيب ده كده اول حاجة ان انا جبت الملفات وحطيتها. في الغالب انت ممكن في المشروع الواحد تحتاج اكتر من 20 ملف. الملفات دي بتبقى صور وفيديوهات وصوتيات، وبالتالي لما نيجي نضيف حاجات كتير هنا مثلا زي كده مثلا يعني، ونيجي نضيف غيرهم وليكن حاجات زي كده، هتلاقي الدنيا متلخبطه مع بعضها وما انتش عارف فين الصور وفين الفيديوهات، وهتقعد تدور كتير علشان تفرق ما بين كل حاجه والتانيه. فالافضل في الحاله دي ان انت بتعمل ايه، بتبتدي تعمل فولدرات لكل حاجه. تعمل فولدر مثلا للصور، تعمل فولدر للفيديوهات، تعمل فولدر للصوتيات. ومش بس كده، انت ممكن تعمل فولدر لصور بس خلفيات، فولدر للصور مثلا بس صور مثلا تحتوي على كلام، وهكذا. فانت تقدر تحط هنا مجموعه فولدرات وكل فولدر جواه مجموعه من الملفات اللي انت عايز تصنفها. مثلا علشان اعمل فولدر جديد ممكن حضرتك تيجي تضغط هنا وتقول له كرييت نيو فولدر، وبعدين تيجي تقول له عليه مثلا ده ايمجز صور، وبعد كده بتيجي على الصور وتسحبها وتحطها في الفولدر اللي قدامك ده اهو. تيجي على الصوره وتسحبها كده اهو، دي صوره برضو تسحبها، وكل ديت صور تقدر تعمل سيلكت عليهم كلهم كده وتسحبهم هنا، وهكذا بقيه الصور. طبعا دي كلها صور كتير احنا مش عايزينها فهنعمل لها ديليت. طبعا ديليت بعمل الكلام ده ازاي؟ بزرار ديليت عادي، الزرار اللي هو موجود في الكيبورد. طيب في برضو مجموعه صور هنا تقدر تضيفها على الايمجز هنا، او تقدر تعملها ديليت مفيش مشكله. طب عملت فولدر وسميته ايمجز، ودلوقتي لو دخلت عليه هتلاقي فيه جواه حاجات كتير. ممكن دلوقتي تعمل كمان فولدر وتسمي الفولدر ده مثلا فيديوز، وفي الفيديوز ده تضيف كل الفيديوهات اللي موجوده عندك اهو، فيديوز مثلا، وتضيف الفيديوهات هنا. نطلع برضو فوق، طبعا في حاجات كتير انا هشيل منهم شويه كده علشان تخف الدنيا. تجيب الفيديو ده كمان وتنقله على فيديوز، وفي فيديو كمان برضو نقلناه. دلوقتي فاضل لنا الصوتيات، وانا عندي هنا صوت واحد، فمش شرط تعمل له في الحاله دي تعمل له فولدر جديد، او ممكن ان انت تعمل له فولدر جديد على اساس ان انت لو ضفت صوتيات تانية تبقى تحطها في الفولدر بتاعك كده. حاجه بسيطه جدا علشان اشوف ازاي انسق الجزء اللي قدامي هنا ده. ده اول حاجه. تاني حاجه، لما تروح على ايمجز وتضغط على اي حاجه فيها بيبتدي يظهر لك تفاصيلها هنا في الجزء ده كده. بيظهر لك ايه هنا في الجزء ده؟ بيظهر لك اسم الصوره، الابعاد بتاعه الصوره، وهكذا. مجموعه معلومات تظهر لك هنا في الجزء ده كده. لو انت رحت مثلا على اي فيديو وضغطت عليه كده هيظهر لك البيانات بتاعه الفيديو، اسم الفيديو، البيانات برضو بتاعته، الفريم ريت، الابعاد بتاعه الفيديو، وهكذا. فده كده بالنسبه للجزء اللي قدامك ده. طيب جميل، لحد دلوقتي احنا عرفنا الجزء اللي على الشمال ده، عرفنا معظمه لان في جزء تاني اسمه افكت كنترول، ده لسه هنشرحه ان شاء الله قدام. فدي اول حاجه. طيب تاني حاجه عايزين نتكلم عليها اللي هو الجزء اللي تحت ده كده، هنتكلم على حاجات بسيطه فيه. الجزء اللي تحت ده مقسوم لجزئين، الجزء الاولاني جزء على الشمال، الجزء التاني جزء على اليمين. الجزء اللي على اليمين ده بنسميه الجزء بتاع اللايرز، الجزء بتاع الطبقات. الجزء ده اللي بنحط فيه الفيديوهات والصور اللي احنا محتاجينها في قلب الفيديو النهائي بتاعنا. فمثلا لو انا عايز مثلا فيديو زي الفيديو بتاع الديناصور ده، راح فين؟ ادي الفيديو بتاع الديناصور اهو. الفيديو بتاع الديناصور ده المفروض ان انا هشيل الخلفيه الخضراء فيه وابتدي احط مثلا شارع او طريق وهكذا على اساس ان يبان ان الديناصور ديت ماشيه في مكان ما، في شارع او مثلا في يعني في غابه وهكذا. تعالوا نشوف مثلا صوره او غابه، يعني حاجه بتشبه الطريق او الغابه كده على اساس ان احنا نغير الخلفيه ونحط الديناصورات فيها، حاجه زي كده مثلا. هنجيبها ونحطها عندنا هنا طبعا. طيب قبل ما نحطها هنا هنشيلها تاني، تضغط عليها عادي وتقول ديليت عادي.
قبل ما نحط الصورة هنا، طبعا دي صورة ممكن تضيفها هنا وممكن تسيبها عادي بره، مفيش مشكلة، هي مجرد وجود الفولدرات ده للتنسيق بس يعني. طيب عايزين نشيل الكروما، طبعا الكلام ده هنشرحه بالتفصيل لكن انا هعمله سريعا قدامكم، وهتلاحظوا ان هو ما بياخدش وقت، وده اللي هيحصل معاكم بعد كده، الموضوع ما بيبقاش بياخد وقت كتير. مثلا حاجة زي كده، شلنا الكروما. بعد كده لو جينا طبعا بصينا على الجزء ده اللي هو الافكت كنترول، لو جينا ضغطنا هنا وجبنا بروجكت هتلاقي جاب لك الجزء بتاع البروجكت اللي هو الايه التاني. طيب باجي اخد الروت ده او الطريق وابتدي اركبه هنا، اصبح دلوقتي باين اكأن الديناصورات ايه، اكأن الديناصورات موجوده في طريقه، في طريق معين يعني. فده كده حاجه بسيطه جدا على الموضوع ده. ايه بقى الجزء اللي هنا ده؟ ده كده عباره عن الصور والفيديوهات والصوتيات اللي انت محتاج تضيفها في المشروع بتاعك. طب ايه الجزء اللي هنا ده؟ ده عباره عن اللاير بتاعت كل واحد، يعني لو جينا بصينا على الفيديو، على الفيديو ده مثلا، ده اللاير بتاعته اهو، ممكن تبعدها كده شويه فتلاحظ دلوقتي ان الديناصور مش ظاهر. ليه؟ لان الخط بتاع التشغيل اهو والديناصور بعده، لو انا حركت خط التشغيل كده هو جايب لي بس الجزء اللي ظاهر، اللاير اللي ظاهره، اللاير اللي ظاهره هنا اللي هي الجزء ده بس. لما نيجي نمشي كده هنلاقي اللاير اللي فوق هتدخل معانا دلوقتي اهو، اللي هي الجزء بتاع الديناصور ابتدى يدخل معانا اهو. طب ليه دخل معانا وظهر قدامي؟ علشان خاطر هو موجود في اللاير رقم واحد، اللاير رقم واحد يعني لها الاولويه في الظهور. طب تعالوا مثلا نجيب اي صوره تانيه، وليكن مثلا صوره، ادي صوره تانيه حاططها هنا ما ظهرتش. ليه ما ظهرتش؟ لان الصوره التالته ديت اللي هي يعني اللاير التالته ديت موجوده خلف اللاير الاولى وخلف اللاير التانيه، والاتنين دول مغطيين الشاشه كلها. علشان اخليها تظهر ممكن اعمل كده واجيب خط التشغيل علشان يوريها لي. شفتوا لاحظتوا ايه اللي حصل؟ الصوره ظهرت اهو، لو مشيت شويه هتلاقي اللاير التانيه ظهرت وغطت على اللي قبلها. طب ما انا مش عايز اللاير دي تغطي على اللي قبلها، ممكن بقى ساعتها تغير في السكيل، تغير في الابعاد بتاعتها زي ما هنشوف. او ممكن لو انت عملت كده، بصوا لو انا جيت غيرت كده اهو هتلاحظوا ان الصوره التانيه هي ظاهره وموجوده خلاص. فهي الفكره في كده، الفكره في اللايرز كده، ان انت بتحدد مكان اللاير بناء على انت عايزها تظهر امتى في الفيديو خلاص. فده كده ايه، معلومات بسيطه عن اللايرز، ومعلومات بسيطه عن الجزء اللي هنا ده، ومعلومات بسيطه عن الجزء اللي هنا ده. طبعا لو انت عايز تشغل الفيديو بتقدر تعمل له بريفيو من هنا عادي، هبتدي يشغل لك الايه الفيديو بتاعك زي ما احنا شايفين كده. ان شاء الله هنستكمل مع بعض شرحنا في الفيديوهات اللي جايه. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.